الامر بينضم لينا استاذ امير نبيل الناقد الرياضي. استاذ امير، كل سنه وحضرتك طيب، صباح الخير. صباح النور، كل سنه وحضرتك طيبه وكل مصرنا الحبيبه وكل العالم بالف خير. تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك ومبسوطين ان هتكون معانا في الموضوع اللطيف ده. يعني بنتكلم عن الكره الشراب. في البدايه، الكره الشراب بتفكرك بايه؟ هي طبعا يعني حاجه لطيفه ان احنا نشوف الحاجات الكلاسيكيه دي موجوده تاني في شوارعنا. يمكن انا لما تابعت الموضوع ابتديت ان انا ابحث عن قصه الدورات الرمضانيه بالكره الشراب، يعني لقيت ان في حاجات جميله جدا تتعلق بهذا الموضوع، منها ان يعني في معدل الاعمار اللي بيشارك في هذه الدورات الرمضانيه يعني مش مقتصر على الشباب، يعني احنا بنتكلم على اللي هو بقى الشباب ما فوق الأربعين، يعني ده الشباب اللي هو يعني يعني جيل الثمانينات والسبعينات، يعني مش عايزين صحيح. ايه نخض المشاهدين قوي يعني. بالظبط، يعني يعني هم دلوقتي حاليا فعلا جيل مواليد الثمانينات، فخلاص بقوا مواليد بقوا معدل ده معدل الاعمار، لان في نسبه منهم شاف الكره الشراب، مارس الكره الشراب، يعني عمل كره شراب اصلا يا كابتن، يعني عمل بالظبط كره شراب من الشرابات في البيت يعني. طبعا صحيح، اقصد شافوها بتمارس فعلا أيوة في صحيح. شوارعهم، يمكن في دمياط تحديدا يعني الموضوع بالنسبه لهم هوس في قصه الدورات الرمضانيه، هي على مستوى مصر كلها الحقيقه فكره الدورات الرمضانيه، ما ان ياتي الشهر الكريم حتى تنطلق الدورات الرمضانيه بكثافه كبيره جدا، وتلاقي ممكن الواحد يشارك فيه اربع او خمس دورات رمضانيه. فالموضوع يعني طبعا روحانيات الشهر الكريم الى جانب فكره المتعه وفكره ممارسه الرياضه، لكن فكره الكره الشراب تحديدا نوستالجيا حلوه بصراحه جدا يعني. بالظبط. طيب كابتن، بالظبط يعني يمكن بقى نرجع لفكره الدورات الرمضانيه، هل فعلا هي بتكون بمثابه كشاف، يعني ممكن تكشف عن موهوبين ويلاقوا لهم طريق في عالم النجوميه يعني؟ اكيد ده حاجه مطلوب منها، يمكن حتى ده بتستهوي اللعيبه على مستوى حتى الانديه، يعني طبعا هو غير قانوني او غير مستحب طبعا بالنسبه للانديه انها تسيب لعيبتها تشارك في الدورات الرمضانيه، ولكن فكره اللعب في المساحات الضيقه واظهار المهارات اللي عند اللعيبه دي بتبقى يعني حاجه بتخلق فرصه تشالنج او تحدي حلو يعني. تحدي كبير جدا، مش بس حتى لكشاف المواهب، يمكن حتى صناع السينما، اتذكر فيلم الحريف لعادل امام 1983 اخراج محمد خان، بالتاكيد يمكن ده كان يعني مستوحى من احداث الدورات الرمضانيه وفكره المنافسه وفكره ان في لعيبه كره شراب وتقدر انها تظهر مواهبها بالشكل ده، عشان كده دي حقيقة فرصه كبيره جدا لكثير من كشاف المواهب اللي بيبقى عايز ان هو يشوف اللعيبه اللي تقدر تظهر مهاراتها في الدورات الرمضانيه، لان بيبقى برضه فيها طابع التنافس، فكره التنافس في بعضها طبعا بيبقى فيه جوائز ماديه، يعني اكيد ما بتبقاش كبيره قوي، ولكن بتبقى محفزه للي بيشاركوا في هذه الدورات الرمضانيه ان هم يقدموا افضل ما عندهم، ولكن طبعا بجانب فكره التنافس على المقابل المادي، فكره يبقى في اللاعب اللي عنده المهارات اللي يقدر ان هو يتفوق على منافسين، اللي هو يقدر يتحدى ويخطف الانظار، دي بتبقى حافز كبير جدا لكثير من كشاف المواهب ان هم يبقوا موجودين في الدورات الرمضانيه وبيتابعوا بالفعل، وفي فعلا يعني تصدير لمواهب من خلال هذه الدورات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن أمير نبيل ناقد الرياضي، ويعني شكرا كمان وتحية كبيرة جدا لكل أهلنا في دمياط على النوستالجيا الجميلة اللي خلونا بدأنا بيها يومنا النهاردة في هذا الصباح.